حصريا. عاطف سالم في البداية واحد من خمسة كبار. ايه بقى اسمه جروب يا محمد؟ عاطف سالم واحد كبار. سامع يا حسين؟ قلت مش سامع. قصدي انا خدتها توتالة. زي ما هو قدم عمر الشريف في صراع في النيل الصعيدي، عاطف سالم واحد كبار. هو اللي قام بقضيتي واقتنع اني بريء. بقى نجيب له حكيم علشان يتجسس علينا. تشاهدونه في الأوقات التالية.